بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في الفيديو اللي هنتكلم بيه ان شاء الله. هنتكلم فيه عن ازاي نحذف بوست، ازاي نحذف بوست من الداتابيز باستخدام لارافيل. طبعا يعني لو كنت بتكتب سطرين 3 سطور في انك تحذف بوست في الوضع العادي، فانت هتكتب حرفين 3 حروف وانت بتمسح في لارافيل. باختصار شديد، المفروض عندنا هنا اول ما ندوس على ديليت دي، بص هنا تحت خالص على الشمال هتلاقي ديليت رقم 2. اوكي، رقم 2. عاملين الكلام ده منين؟ ادي الويب، جهزنا الراوت، قلنا له ديليت هيبقى نوعه جيت، وهتاخد الاي دي زي الايديت كده. هنروح على بوس تست كنترولر ديليت. تعالوا نعمل الكنترولر بتاعنا اللي اسمه ديليت، الميثود بتاعتنا public function delete. ديليت هتاخد الاي دي، ما ننساش. عموما نقول له داين دامب الاي دي اللي جاي لك، اطبع لي الاي دي اللي جاي لك. ديليت راح طبع لي رقم 2، صح. طب لو 5، 5. طب لو 100، 100 ده مش موجود عندنا على فكرة، بس لو نقول له 100 هيطبع لي 100. طيب احنا كده محتاجين نتأكد هل الاي دي موجود، هل البوست صاحب الاي دي ده موجود عندي في الداتابيز اصلا ولا لا. نفس اللي احنا عملناه قبل كده، find or fail post find or fail، هنا id على طول مش request or fail، id. نعمل كده 100، فقال لي page not found 404. لكن لو قلت له 3، 3 موجود عندي، يعمل لي ايه؟ انا قلت له، 3 اعمل لي ايكو بقى اي حاجه كويس string بس تحقق اهو، طلع لي البيانات دي. طب هل احنا عاوزين نعمل ايه بالظبط؟ احنا عاوزين نحذف البوست. طب وبعد ما نحذف البوست عاوزين نرجع للصفحه دي تاني، صفحه الهوم دي تاني، اوكي، ونظهر مسج هنا نقول له ان البوست بتاعك تم مسحه. ما هنعملش اي جديد خالص، كل اللي هنزوده هنا على فايند اور فيل هنقول له ديليت. كده احنا مسحنا البوست. وبعد كده هنقول له السيشن فلاش، هنحط الرساله فلاش مثلا deleted deleted success او success، تمام. وهناخد اللي احنا كنا شفناه في add.blade.php، الجزء اللي هو فلاش مسج ده هناخده وهنحطه في الاندكس هنا فوق خالص، هنا تحت الاندكس بيج مثلا. بس باختصار شديد ده اللي احنا نعمله. الديليت مفيش اسهل منها في الارفل البوست كنترول. تعالوا كده نمسح ونشوف ايه اللي هيحصل. ديليت، قال لي ديليتد سكسس، والصوره اللي كانت عندي، الحاجه اللي كانت عندي راحت خلاص. ده باختصار شديد عمليه الحذف. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشرح ازاي نحذف الصوره دي واحنا بنعمل ديليت. تابعونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.